غير واحد التنبيه وتنويه. نعلم ان الاخوه الحمد لله حاضرين، لان من العدد ديال الالات ديال التصوير وديال التسجيل، الله يجازيكم بخير. اني مسائل كل رجل وكل امراه اخذ من كلامي جزءا فاقتطعه فوضع عليه عنوانا يريد بذلك فقط ان يستكثر من المشاهدات فيستفز الناس بذلك العنوان، اني مسائله بين يدي الله عز وجل. باش اللي كيصور عرف واش يدير، اللي خدا من كلامي جزء مقتطع يريد بذلك استفزاز الناس ليستكثر من المشاهدات، سواء باجتزاء المقطع او بوضع عنوان مستفز او بوضع صورة مستفزة، اني مسائله بين يدي الله عز وجل ولا احله في الدنيا. باش كل واحد يعرف راسه فين غالب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.